الموجة دي مش تنتهي ابدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا في بيوتكم، ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. يا كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع لنا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي، عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي الا لما ارجع اللي خسرته. لا جدع، ده كريار، وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نكر يا جدع، ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده ايه ده؟ 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا جدع؟ ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده، مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا، عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه؟ نعم. احنا كدبنا على بعض النهارده. الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه. بعد الظهر. ايه الساعه اللي قاعده معانا؟ انت مقرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع، ما تحرشتوش باي واحده النهارده؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، اي بنت رايحه جايه كده، وتحرشوا بيها وانا اظبط لكم الموضوع. طب يلا. ايه مش تيجي معانا ولا ايه؟ انا هراقبكم واظبط لكم الدنيا. يلا يلا، خلي بالكم بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله، بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جدع مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلطه يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا يلا يلا، لغوني على طول. قشطه، سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها، قولوا لها تعالوا شوفي شعر كريم. قشطه. ياه، خلاص يا بطه هانت، كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا طيفه امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطه، الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا طيفه؟ الاحراش خضرة اما الادغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم. يا حياتي. بقول لك ايه، الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعه داخله على 3 بالليل. بطه، انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاكي واسافر كمان معاكي. تسافر معايا يا طيفه؟ هو انت حيلتك تاكل يا اخويا؟ بقول لك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحاره عاملين ازاي. البت مننا لما تتاخر بعد الساعه 1 بتتلط. ده تخلف ورجعيه. نعمل ايه بس يا طيفه نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل، عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناه. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك، يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ انت كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلوه، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيمو؟ مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده؟ انت رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت اللي قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنين ايه؟ البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه رغم جمالها. لازم نتحرش يا كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ طيفة، انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه، صح؟ عارف يا بطة، عشان انا ذكر. ملك، خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسناني. بقول لك ايه يا ذكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟
لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك. مع السلامه مصطفى. اشكرك انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بعد. خطرت معايا لا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عينيا، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت انا اوصلها. على السلامه يا درش. شكرا يا فندم. نارك قابل، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا تيمار يا زينب. ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده مش عارفه مالهم ايه اللي جرى لهم اليومين دول. ها مصطفى ساب لي دي، انت كنت جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو حلو حلو. بس يا واد، بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ اه كتير، كل ما نشوفوا واحد حلو زي حالاتي كده، انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعازف. انا ماليش دعوه بس انا بنصحك، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدفعه. يخرب بيتك الاكله دول لسه عاملاه من نص ساعه. اه يا الخنصر. يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا دماغي صحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انتي تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ جايبه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطل، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت، دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. بنتي خلاص ما تزهقيناش بقى، الناس تجيبي طبلة وطار وانا فتاه مغتصبه، عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك قبتمك شتنتني ملومك تاني، انا ترتمي انا ملرم بشكوبك. قبتمك قبتمك شتنتني ملومك اشتاني انا ترتمي انا ملرم شكوبك. صلي على النبي يا بطه، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقي مغتصبه وهبله. لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاكي. يلا غوري في داهيه، يا رب يغتصبوكي تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وقوانتجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واختصبوها. ذات هو تبدأ من وانا واقف، انت اتجننت؟ اعمل لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منورة ابو فايزة، خش على السنيورة العب. اكيد دي السنيورة. وريني يا اخويا، خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. ده مش قاعدين، تعالى عند خالتك اطلع بره انت وهو. يلا بكلسونك ده. يلا يلا يا خفيف انت وهو، سيب الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره، مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلوه. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليكي مبروك عليكي شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. ما تخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله. النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا محدش يقفلك، احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط اخر انبساط.
حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا، ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي يا اموري، انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي، خير؟ قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل... ثانيه واحده. ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا، كمان في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا، الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي، قلت اتجوزك وامشي. نعم. قالوا لي بنت الناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ حس... كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطي. امتى الكلام ده كريم؟ ايه؟ الصبع. صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني ايه؟ انت ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون، انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش شورت شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان، مش اول مره ششورهولك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه جنان؟ لا يا حبيبي، الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني اتجوزك. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا يا اخويا، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه، ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول والاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ اه يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا ولية. شريفه ونص، ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتسيبني وتروح فين؟ تعالى انزل اقعد عليها مع اصحابي. محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده، تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، عروض خاصة جدا جدا، والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ اه موجود يا فندم، الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. اه التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل. آه. قدامي. ايه ده؟ ثانية. أيوة يا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف بقفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء،
شرطة ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجة، يعني ايه شرطة اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جودة اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. ايه ده؟ فندم في ايه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعة، أنا ممثل مش إرهابي. قدامي. امشي. ايه الأوفر ده يا فندم؟ أنا ابتديت أخاف. أنا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. أمشي أروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه في المكان ده. اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده انتوا قابضين على ايه يا فندم؟ يا نهار اسود استاذ صلاح، سلامتك. انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليا الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده يا نهار اسود استاذ نور، حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملت كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن. يا فندم حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا أنا مظلوم، أنا بريء. عم حسن حسني؟ طبعاً يا ريس، ما أنت ما شاء الله عملت أجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر أبيض، الأستاذ غسان مطر. سلامتك يا أستاذ غسان. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا ريس، أنا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم أمير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا اتروق. الف على سلام. الاخر الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه انت؟ اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق. واجوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك. إيه؟ أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك يا راجل. صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل خد. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. هنيدي، سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا بالخير. الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا والله اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل
جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من أولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. أخ، أخ منكم أنتوا يا فنانين، أخ. هتكذب عليا، عايز تفهمني إنك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لأن واضح إن حضرتك عندك معلومات شخصية عني أكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، ولا أقول كمان؟ أيوة يا فندم، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة دي شخصية اتكتبت وأنا مثلتها، إيه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج أنا، ساذج عشان أصدقك وأكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده، بس بصراحة يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده أوفر كده. ده يعني في إيه؟ أنا مثلت شخصية، إيه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ أشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان أشتغلك يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا تحت أمر حضرتك. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ تقديمك للشخصية دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايب بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى، بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب ايه بقى رايك في الفيديو ده اللي انا بحبهم يعني؟ ايوه. ايه هنيدي اتمسك؟ يعني انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو العالمين حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني، فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجم محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه يعني، مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للدالي لكده النسا، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهف ذكاء، بس انا عندي قفله الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري، لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك.
فرصة سعيدة فهم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. تفضل يا فندم. تفضل ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم. أنا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، أرجوك أرجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس إنه بريء. أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخني الغليون يا أصدقائي. هيا بينا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود، ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. انك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفه. وانا اتمنى لك حياه سعيده مع فيفيان اخ في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. ام ميلالو زوز خمسه وخميسه. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، انها كالزهره الفلوكسيه لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت ما انت؟ مارغريت يا كونتيسة. انت لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه، امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى، شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا باشا. طب بقول لك ايه، امر. شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان، امر. اقفلوا كوبرا عصر النيل من 3 ل 3 وربع. امر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميدو ابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامه. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمري باشا. بعد المهمه دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه،
وإيه كمان؟ وإنك عنيف قوي. وإيه كمان؟ وإنك ظالم، ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، أهم حاجة إن الواحد سمعته تبقى طيبة في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي، يبقى أنت جاي ومش ناقصك حاجة، عارف هتشتغل مع مين. تمام سيادتك يا باشا. افرد دارك يا سيادة الأمين. أهو اللي تشوفه سيادة. الرجالة اللي معايا تقف ثابتة. حاضر يا باشا. أنت عارف إيه اللي نجاك؟ إيه؟ إن أنت من الصعيد وأنا بحب الصعايدة. رجالة، أقف أنت بقى يا عمين. يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي، قدامي. إيه ياد، أنت داخل عليا بالجزمة؟ أنا لابس. إيه الجزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمة. لا خلاص شلناها. سمعت عني إيه ياد؟ قالوا لي إن أنت مفترق. لا ياد. كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا. أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا. تعالى عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. انت يا اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟ انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا واد ساعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي ماشيك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه يا ياد؟ انا يا برشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم والمصحف. شارب. لا بتحبش بالمصحف. بلاش، بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا، وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو. ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا. بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله. قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا مع قدامه. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت. هات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسه مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسه مارجريتا. قصر الكونتيسه. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا من سرات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. وقف عادل. وقف عادل. قصر الكونتيسه. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتا يا باشا. كراتا. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي. الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن، وهحقق في القضيه دي لو من 1000 سنه مش 180. قامت الساعه كام من 180 سنه؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنه. انا معاكم للاخر. انا معاكم لايه؟ للاخر. للاخر. كل حاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجه. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر. العب يا بابا. العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنه. انا معاكم للاخر. انا معاكم للاخر. حلو قوي. حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكه نشلي في بلاد ده كرور 3 مرات.
اخرها العيد الصغار اللي فات اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه انا معاهم للاخر. اما نشوف ادي الجمل وادي الجمال. مين الافندي ده؟ ما شاء الله حلو لبس ده متاجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي بانجو كمان حلو قوي، تلبسه بوريك تلبسه خش انا معاك للاخر. ومين اللي قابل المعادي هناك ده لوحده؟ تعالى يا اخويا تعالى، ده متأثر قوي. شكل القتيل امه. معلش هنعرف كل حاجه. هات يا حبيبي هات، امسك حرز يا اخويا اللي جاي تشم حرز. لكش انت دعوه، وريني يا حلوه. يا صلاة النبي حلوه قوي، قضايا مضمونه، بانجو وخمره حتى السماله وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي، قلت لك اتحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا بره يلا بره بره بره، انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا بره من الاخر. اشربوا اشربوا حلو قوي. انا الدوق فالكاو زوج الكونتيسة مارجريت. اهلا. وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحه ودقيقه، يا اما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومه مهمه جدا. قول. انا اكتر واحد شاكك فيه ابو القتيله، لانه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقه. يا الدنيا جرى فيها ايه؟ ماشي، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. لا عيب يا واد، انت بتعمل النهارده؟ انت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سياده الدوق. نام يا باشا. باشا انا دوق محترم يا باشا. انت مين؟ انا دوق محترم. انت لسه مصر ان انت دوق؟ يا باشا امسك عواديه. عيني يابا، امسك عيني يابا. عيني يابا يا حراميه على دي الكذاب. عيني يابا. احنا في سنه كام يا واد النهارده؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي الحقيقه. ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. ايوه. وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ بايده يا باشا. والنبي بايده يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا النبي يا باشا. ثانيه واحده اخلص. انا عندي معلومه ثانيه مهمه. ايه؟ اخر جمله قالتها له القتيله قبل ما تموت، مش هديك مليم احمر من ثروه جوزي. مليم احمر من ثروه جوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا واد؟ من امبابه يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياده الدوق. قتلت بنتك ليه؟ اه الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. هتلحق. وعاملين لك ايه يا بوريكو؟ عايزين تجننوني. عوضين الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش عوضين تقرب ايه للقتيله يالا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مره اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنه كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي ماشي. اختك اخر مره دخلت الحمام امتى؟ امبارح امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي. باشا ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. وكمان كان قاطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا واد؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا واد عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو. اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى كفايه. كهربت ايه يا ابن الهبل؟ ده انا بشيل لك ضوافرك. ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيله يا واد؟ انا حمدي ارزوان صديق العائله. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. ده ذكر يا واد. ماشي. الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب من النهاردة. انت منين يا واد؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا حطوا له منوكير. تمام يا باشا.
اقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيقشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومين؟ انت منين يا من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني، عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها دوك، انا اللي فيها دوك يا باشا. كنت عايز اختم والله. تختم؟ انت عايز تجننوني؟ تقلب ابوك قسم؟ ده انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه، هوريك الترقيه. خلاص يا باشا، الحمد لله. شوف انا هشيلك ايه. شويش تمام يا فندم. تعالى خد بايدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب باشا. كلاب نفسي اعمل فيك حاجه احتكرك فيها يا باشا. قوم يا قد وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا؟ انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل ويتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى ياض، امضي ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل. وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقه، وهوريكم في المحكمه. قشطه. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات. يلا هوبا هوبا. الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك، بتروح لبعيد. أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سحر. احزنوني زي ما بتقولوا، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي سينيور زيك لابس لي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا. قوتنا الحقيقية إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سالمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، واكني لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف، حاجه زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تتعاون معاكم في ايه؟ في في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض. بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟
أنا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا أهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تفكر. تعالوا ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعة، أنا قلقان، قلقان جدا. خير إن شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمة إن شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ أهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعة، مش ملاحظين إن صفاء خاسة شوية؟ أنا ملاحظ إن خياشمها بتجيب مية. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانة شوية، وخلي بالك من السخونية. سخونية أنا هعمل إيه غير إن أنا معيشها جوه المية؟ تفتكروا يا جماعة إن المافيا ممكن توصل بيها الخساسة والنتانة إنهم يأذوني في صفاء أو وفاء؟ خصوصاً إنهم عارفين قد إيه أنا وأسرتي مرتبطين بيهم جداً. إيه ده يا صاحبي بيه؟ ربنا يسر، ربنا يسر. إيه الجنان ده؟ أنا سعد التالي، أنت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا صاحبي بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركه. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. اهرب انت بوفاء. غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. صفاء. أنا سعد التالي، أنت مين؟ بقاء لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا دي بعد الحادثة. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء، كانت ملفوفة فيها وكانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء. اهدي يا حبيبي. أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرى لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد نازق. أنا نازق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا أختي تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزة دي؟ انت جاي تعزف رقاصه؟ دي سمكه، ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدانتيل ده؟ ايه مش بتاع العزة؟ لا سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه، خليكي لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده.
يا ما قلت لك يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفا. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عمي يا صفا. خلاص يا ام ابراهيم ما تزهقناش بقى. والنبي اضعف فيا. مش فيكي لوحدك. خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفا. خلاص يا معلم. اشوفك بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالتلكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره، مش عايز ولا قطه تخش العزا. اتفضل بره. اللي جايه تعزف اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. فخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، تشرفنا يا حاج، تشرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. ايه الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده؟ جايبه يحرق دمي. اطلع بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المقابله القبيحه ديت والزفره دي، اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا لا انا مش هسكت على العيله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ على العيله دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول. يا حبيبتي يا صفاء، يا غالي عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. انا طبال حاضر. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره، خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. الله العظيم يا رب. يا ناس يا لهوي يا لهوي. راعي احساس يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تحركنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. ايه يا مدام؟ خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني، بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله، واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم، فرد فرد وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكة. عيب يا باشا، هو انا أول مرة يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالإذن يا باشا كده علشان الزبون استعوان. يلا سلام سلام. لا مؤاخذة، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه أنا ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا لا، مفيش حاجه. ده البوليس وياخد واحد كده، كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. صدر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع. يعني مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة يعني كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف
بتفيده برضه في الحر يعني ربنا بيبلي وبي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه بنوفر لهم احنا تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت والله انت راجل طيب انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع خدها عندك فنانين مطربين لعيبه كوره فريق السكواش ابتدوا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه احلف لهم والله ما بايدي محدش بيصدق بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفردهولي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس لا يعني لا لا تبدا ايه هو تعمل كده لا لا ده ما تحطش عليه مكان ده اثار اعتبره اثر من الاثار يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني انا اللي تحت امرك بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين هعمل مكالمه صغيره انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري اصل هي تعبانه شويه معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين دقيقه واحده ارجوك هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته ايه ده شعر صدر كبير قوي يا باشا ده انت هتلاقي معجزه حاجه عظيمه تعالى بس ما تتاخروش وحياه النبي ما تتاخر ها لا لا بقول لك بس يا ريت انا نفسي اتصور معاه والله بس ماشي يا باشا اتصور معاه بس اكمل بس ماشي يا باشا لا يا باشا ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه موجود والله هات انا اقول له هات انا اقول انا موجود يا فندم انا موجود لا لا الراجل ده مش كذاب اوكي اتفضل اتفضل شكرا على التعاون الجميل ده انت بلغت عني صح انا بص الفكره عجباني حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه هنعمل ايه بقى مين بعد كده هو بيقبضوني كويس ربنا يديك الصحه الراجل ده المحلات دي ما بقتش تاكل عيش طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه خربوا بيت الله يخرب بيوتهم معلش اتفضل ده لسه حسابك عند ربنا استنى اتفضل يا باشا اتفضل 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 قبل ما يتوبوا علينا يا باشا انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه مش عارف مقص ولا مك يا سلام ايه يا الفكاكه دي يا غبي ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط انا اللي قلت لك انا جنبه مش حضرتك جاي تقبض عليا ايوه امال ايه الحركات الاونطه دي بقى مرشد وخايب وخاين ده انت رهيب رهيب انا تحت امرك يا فندم طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم لا 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 تحت امرك مع السلامه بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكره عجباني الفكره عجباني عشان انت مش مرشد بس مرشد غبي كمان هتحلق لاخواتك بعد كده جاتك خير يا باشا اتفضل يا فندم ربنا يخليك اتفضل يا فندم يا سلام اهلا وسهلا اهلا اتفضل يا باشا يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدى اعصابك يا باشا مش عايز قهوه انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده اشرب من دمه نفسي اسالك سؤال يا باشا ممكن تديني الشرف ده يا باشا طبعا اديك اسال يا محمد اسال ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده متعقد منه بص يا محمد هو ده السبب الرئيسي يا محمد ما عنديش ولا شعراية في صدري انا اجرودي اجرودي انا ايه اجرودي اخلص يا محمد انا بس اللي اقول اجرودي حاضر يا باشا بصراحة هات الواد اللي بره ده ثواني بسرعة ثواني يا باشا خش يلا اقعد اهلا يا عسل منور تشك هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه امرك يا باشا خش انت هو طلب يا باشا يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني إيه يا حبيبي أنت هو مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم إيه
بلد سايبة يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايا بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجه بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك سامحني وخلينا اروح. عايزني اسامحك؟ هسالك شويه اسئله بس لازم تجاوب عليا بصراحه وبشفافيه. هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية يا فندم. واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة بس انا اسمع كانت ماما تقولي وانا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة. بس انا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان جنينة الحيوانات. السؤال الثاني عمرك حصل لك اي حاجة غريبة حاجة عجيبة؟ مش متذكر بس افتكر وانا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحبني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ خص عليك يا فندم شعر صدري طبعا ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني بتقولها تاني قلت لك 100 مره انا اجرودي يا محمد. بلاش محمد حبسوني على شعر صدري ابوس ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انتوا ايه؟ انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكب ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكورة. كوكب ايه؟ الدكورة. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم. اؤمروني انا خدامكم. في حاجة ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت. احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحرجة اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحة قلقان منكم وقلقان من كوكبكم. ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوة يا لا مكوة ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات يا خالد. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم بجد دي زياره كريمه جدا. وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا يا استاذ جمال. اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب
عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة، أنا مش فاهم إذا كنتوا رجالة وأنا نسوان، كوكب عجيب يعني. للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة، واكتشفنا إن بسبب شعر صدر حضرتك أنت حطمت الرقم العالمي الهرموني، أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم. ربنا يخليكوا، دي حاجة بسيطة يعني، وبصراحة يعني أنتوا ناس ذوق وأنا عايز أعمل معاكوا واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينطردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر صدري تبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن اكبش لك كبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول وادالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج يا عتريس؟ هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش بتلفوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هنوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. اوعى. لا واحدة 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 واحدة. نهار اسود. شعر صدري راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لأمي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود. شعر صدرك راح. يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لأمي ايه؟ اقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولاد بلدي يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. يا خسارتك يا خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده. حلو بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بلا زفت. ايمن الفل يا جميل. بدريه بدريه. الله، مش هتحقني على تيفه حبيبك يا بدريه؟ حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظاري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واصحي لنفسك يا بدريه، اصحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حرياتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. ليه ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد، انا عصب.
انا عصبه بدريه، انا عصبه بدريه. ايه ده ايه ده؟ الحقيني فولاه يا بدريه، الحقيني فولاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفولاه فيها ثلاث حبايات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسه بجانب نشاط التجاره في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد، قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا، أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. إيه خطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد أنا ولا ضيف أنا في المؤسسة يا حاج أحمد؟ أنت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا أنا متزرزر ولا مش متزرزر، وتكلم معايا يا عادل، انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، انا بقولها اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. ثانيه واحده اقعدوا، انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، بابا اسمها الست بابا بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجة ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه رأي السادة الحاضرين؟ سامعين ايه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضو يرد عليا يا حاج احمد. هد انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ماشي ماشي، من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا يا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. إيه يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغر. الله الله الله، اهدى يا حاج. ايه هو ما اهداش؟ انا اخوك وربنا كله ودنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ماشي. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس ازاي دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكوا كلكم. يا حاج مش كده، انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش. طيب دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي 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 ماشي، بكره نعرف كل حاجه. بالسلامة بقى. بالسلامة انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج.
ألف ماما مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانيه يا حاج، معرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شويه حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني في مدغ، انت شبه فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونضفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. كلاكس اهو. انت شكلك بتسرقنا عربيه بكلاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها. امسك، شاف علبة كبريت دي؟ دي علبة كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي. في العلبة دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع عود تحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مرة. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربية بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولية كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهاردة، كده مش هينفع. طب شوف لي حبة ترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي. وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي. يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله. يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهية. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني. من هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدرينا على الهواء على قناة السنابل الزراعية عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا، مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي حلو قوي. فول حراتي كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطه وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخليه ياخد جلبيه. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعت القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا يا مرديان يا عيله الخير.
أجدع ناس وكرامكم خير. يا مردياني يا عيلة الخير، أجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين إن شاء الله، لو في وقت برنامجي ألتقي بيكو تاني. بس أتابع دريا. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرائد. انا مش فايق لك يا بدرية. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو انت ايه يا راجل؟ جبلة؟ انت جبلة؟ انت جبلة؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزة فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية، كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده بدرية، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا، ما دي فلوس يا بدرية، بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. يا نهار اسود، اله يا راجل تخسر ما تربح، اله ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب يا رب وريني في يوم، اله يا رب يحوجه كفاية زي ما حوجني. كفاية يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفاية ولا اله ولا حباية فول. نهار اسود. ايوه بركه توفيق، خبطت ولا ايه؟ مش عارف. دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصتت؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا بصك. ايه؟ هقول لك اهو. ايه؟ فول حراتي. لا اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ ايه؟ فول حراتي. اعمل لك سنة، شايل لك واحده. اهي كلها. خلاص ما بيعملش حاجة. انت مت. طب ايه دي عليا وعلى السين المكتبة كتير. شو يعني مليونير حبيبي؟ انت بتاخد العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت. دايماً حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد. بيقول لي لا 2.8 أحلى، بصير مثل الفور ويل. هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب بفقع. دخيلك. ها شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونط؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على أخلاقهم. ولا أخلاق ولا بتاع، أنا بقيم بالعربيات، أقل من بورش ما بقعدش. أنت مش شايفة الكابروليه اللي أنا جاي بيها؟ أنت عارفة أنا دفعت فيها كام؟ أوف، صرت عارفة، قلت لي إياها 500 مرة. لك حبيبي، روبي رفيقتي من عيلة كتير كبيرة، هاي، بس أكيد مش أغنى من عيلتي، أنا مش عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه؟ دي مليانة ما شاء الله، هاتي يا بت. أنت يا ابني، رج الفلوس لا تعرق في الشنطة. تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب أعرفكم، هيدا عمر خطيبي وهيدا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر، وهلأ عايش هون ببيروت. وغني موت. وغني موت وكتير مهضوم. أهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلاً حبيبي. أهلاً. طبعاً عمر، ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير. أهلاً حبيبي. أهلاً، تشرفنا. أهلاً وسهلاً. ايه ده، سبحان الله. لو سمحت يا اخ، ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك. اقفل وافتح على طول. وريني. يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي؟ ايه انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر.
شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكحوا تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى، الموضوع اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا اتشرفنا يا انسة. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول، احلى حاجة حصلت النهاردة. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، سكتي دي الناس معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منورة بأهلها. اهلا، يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم. اوكي بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. اللي هو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي. يعني سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها مصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون. صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله. طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين؟ توصف الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ حسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانة صحيح؟ انت كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسي. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. معقول حد يموت عليا هون؟ بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما قلنا يعني نحن عارفين بعض كتير ومنسيين. اه كتير حلوة. اه انا بدي اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. بتعرف انه انا مستحيل تهرب؟ بتتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن 4 مرات في السنة. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده انت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. ولد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيني الولاد وريني تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي، ها؟ وقلتوا في ليله امانيا. لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة يعني. النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم
وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى لي تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكوا، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره، انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت، يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي، قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه، بيت كده ينضف، يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله، الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها، بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي، وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه، مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل، بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه، ما إنه كان بأستراليا وهلأ رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعاً طب، بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه، ده أنا أعمل لك بطيخ، أنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. إيه حبيبي، أعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعه بيزو غير سهيل؟ أنا مش فاهم، عايز أفهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وأنا؟ يا دلي يا دلي على هالغرفة. وأنا؟ يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت، شو هالمسحة؟ وأنا؟ هيدي جوزك؟ إيه؟ يا دلي يا دلي يا دلي. يلا حبيبي. رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شباك؟ بدي اعطيك لسه يعني، بس لاقي كوزنتاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي، بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلي، فرفشي بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني، لسه قاعد معاكي حالا، جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. جابت شي تعسيب. ايه. اسهب. وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت، انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده، فرفشي. انت بتبرقي لي كده، لان اقوم اعمل لمو. أنا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبة قلبي. ميرسي ميرسي كتير إنك إجيت، إن شاء الله رح تتكرر. أكيد أكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف، أنا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي، باي باي. بوبي! نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده إن شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ يا
شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك افسحك يومين في اي حته وامري. ايه هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعناية ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بتخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايبات اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف العشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايبات؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحدة كده؟ واحدة طالق. يلا قولي بالسلامة. ما تمرمطنيش. قرف انت خاينة. راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الولية أونطة. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوة بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اختي لك تخوني ولا تشوفوه ولا نيل، انا هارش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 ميلا خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رزلك حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة؟ قومي ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيجي في إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز؟ أيوة وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضه مرة في الشهر بتاع، أنتوا صحابي وإخواتي، وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه، شكلي ونيله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك، الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات، هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض، احنا كلنا 45 واحد.
اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي، يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط، شجعوني. صح، فرحك عندي حبيبي. حبيبي عبالكم عبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غال يا موت، وثلاث ارباع نصابين. خليك في حالك، انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر، هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه، راجل في بيتي دي قصه ثانيه، وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه، هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه، يعني سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا مش حلواني. مش هي. لا مش هي. لا هي، هي في غيرها في القبيله. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت، امشي، روحي قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي، شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضلوا. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش مزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار. خلي بالكم كل اللي بتقولوا ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. انت قاعد لي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير قوي. اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. طب نتهزر يا حلواني. دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب، يلا قدام. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تغمي لي عليا الحالة دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيال، عرفنا سيد. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه حلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك. ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حالحب طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني. مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايب؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ Qu'est-ce que ça fait c'est mes parents. Parents؟ Oui. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا عايزك كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني. هي دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم. يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان أرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ أنا بقعد مع بنتك في الدارة. بس دي بني آدمة زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. مش عايز أنا سياح لك. الولية دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير وتهدي. ماما مالها؟
سما ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم بس يا وليه اثباتي بقى الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اؤمر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدائي؟ بدايه ابن البدائي يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلم امك، ما كلم امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه يا عم؟ خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا ولية. اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جاي بنجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوند، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوند. ورحمه امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. ولا هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تؤمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل؟ ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش تحمل؟ انا ماشي طالع صحراوي. يلا غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الوليه دي ولا ارميها في اي وادي. بصي صاحب امك ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هم ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي، ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. والوليه امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنكة قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ. شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. تخرب بيت ريحة خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص خلاص يا خلاص يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي. يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعي تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه. الموضوع ده لكن مش بسرعه كده، ولا ايه راي حضرتك؟
سيل تبلي بابا سيل تبلي دي وي مبروك. الله يخليك، بس انا عايز اقول لك حاجه كمان نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص، اسمع كلامي. تكلفه على الف... شايفك 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 ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا لا يا بنت استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولاد، الولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابه؟ نفتح البوابه. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعه، مبروك مبروك مبروك. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يلا مبروك يا الف مبروك. اهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس ايه؟ مليت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه. بقول لك يا حمايه، تعالى عاوزك تعالى عاوزك. ايوه حلواني. تعالى ثانيه بس، الناس دي راحت فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنطة كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السفر رجالة؟ الحفلة لسه شغالة، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا، كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ يحب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النين، حلواني بنحيي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة، وبنحيي عروستنا الجميلة فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه؟ اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولاد اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره، يلعبوا في طقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار. يعني طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ هو ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل في الحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه ها ها. نورت يا عم، نورت. اوجي 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 اوجي. ده مينشو بقى التافه بتاع العيله؟ قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده. مع توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي. اوعى تكون جايبه لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليا طلب تاني. أؤمر يا مش. واحد صاحبي هينحتك كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي، عايزك تقول على الفرح. عقبالك عقبالك. أوجو. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو هيعمل ايه؟
حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرضه مش تافه، تاجر جلود من لو. بص بس جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا أخي، متشكرين. عمال ليلتك. الله يخليك حبيبي. وبتسمع على طول، جميل. أنت شايفة عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده، يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. ايه؟ طب ايه يعر بصراحه؟ اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي، تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله. والله لا غني، عايزه حاجه تاني؟ يلا غني. حبيبي حلواني، بحب حلواني. فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في ال واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي اموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، اموت واعيش ما يهمنيش، أموت أعيش. يا ابن الجنود.